إلى ذلك تتواصل الاحتجاجات الشعبية والإضرابات العمالية في عشرات المحافظات والمدن في مختلف أرجاء البلاد، ودخل الإضراب الشامل لسائقي الشاحنات أسبوعه الثاني مع اتساع كبير في رقعة الإضراب ليشمل 112 مدينة في 30 محافظة، ويحتج المواطنون والعمال على سياسات النظام الإيراني الفاشلة في المجالين السياسي والاقتصادي وانتهاكاته المتواصلة لحقوق الشعب وتردي الأوضاع المعيشية. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإصلاح الوضع الاقتصادي وإيقاف حروب الوكالة التي تمولها وتدعمها إيران بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.